كابتن اسامه، تعودنا هنا في قناه النادي الاهلي ان احنا ما نردش الاساءه باساءه، ولكن نعرف كويس قوي. طبعا في ناس بتعرف تجيب حق النادي الاهلي مسؤولين، ولكن بنعرف هنا كويس قوي ناخد حق النادي الاهلي، نعرف ندافع عن النادي الاهلي، وده حق من حقوق النادي الاهلي عليه. مبدئيا يا كابتن ايمن، واحنا هنا في قناه الاهلي احنا دايما عارفين ان في ملايين من الجماهير بتتفرج علينا وبتشوفنا، جماهير النادي الاهلي 70-80 مليون، فاحنا دايما واحنا قاعدين هنا في منبر قناه الاهلي دايما بنمثل النادي الاهلي حتى لو احنا مش في الملعب. فاحنا النهارده بنحترم الجمهور، كل كلمه بتخرج مننا بتبقى بميزان. دايما قناه النادي الاهلي يعني على مدار تاريخها، شوف كده تاريخها كده، مش هتلاقي فيه برنامج اتوقف، مفيش مذيع اتوقف، مفيش اي حاجه سيئه بالنسبه لقناه الاهلي. ده دليل ان احنا ماشيين بحياديه وماشيين باحترام، بندافع بس عن حقوق النادي الاهلي. صحيح. الفترة الأخيرة لما كنا بنتكلم عن التحكيم، هل كلامنا كان مرسل كلام في العام ولا كلام كان بأدلة؟ النهاردة لما كان بيجي الحكام ويقولوا النادي الأهلي مظلوم في الحتة الفلانية، ليه ركلة الجزاء، الهدف ده ما اتحسبش، فعلى أساس اللقطات كنا بنتكلم. السنة دي لما تتفرج على الاستوديوهات التحليلية، وخاصة كمان مش هقول لك قناة الأهلي، قناتنا مجروحة شوية، إن احنا يعني شهادتنا مجروحة، لكن شوف القناة اللي ناقلة للدوري الممتاز، اللي عندها حصرية الدوري الممتاز، شوف هناك أكبر مشاهدة إيه؟ مش هتلاقي الاستوديو التحليلي كلام الكباتن بيتكلموا في الكورة، هتلاقي الكلام أو الفقرة التحكيمية. يبقى إذن النهاردة كان عندك مشكلة في التحكيم. احنا النهاردة ما بنسيئش للتحكيم أو بنسيء لأشخاص في التحكيم. النادي الأهلي في موسم 2019 وقت ما كل أندية الدوري الممتاز جريوا على حكام اجانب علشان العداله وقتها، وبالمناسبه العداله انهم خسروا الدوري في الاخر والنادي الاهلي خد الدوري، النادي الاهلي وقتها هو النادي الوحيد اللي وقف جنب الحكام المصريين وقال عندنا ثقه. لكن السنه دي لما احنا اتكلمنا على التحكيم كنا بنتكلم بواقعيه.